سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله غنديروا لك كريب. راني حتى بديت كنصوب عاد فكرت راني ما كنفلميش. تشوفوا هنا درت 4 البيضات، درت نص معلقه ديال الملحه صغيره، هنا غندير 3 ديال المعالق ديال السكر. انا غندير واحد كميه كبيره، نتوما تقدروا ديروا غير النص ديال هادشي اللي درت. كنحركوا هذاك السكر مع ديك المليحه والبيض مزيان حتى يتحركوا. صدقوني هاد لي كريب كيجي غزال، روعه، كيجي كميه كثيره. انا عندي اطرو ديال الحليب ولا نصو في الارض كان يضرب، دابا ولا غير ما ديوش عليا كيف مره كنبقى نديرو التار. صافي كنحرك حتى كيتخلط ليا البيض مع الحليب مع داك السكر. انا عندي 2 معالق ديال الزيت، زيت نباتيه، اللي كيبغي الزبده يقدر يعوضهم بالزبده. انا عز علي ندير لهم هكا بالزيت، الكريب كيجي زوين. صافي هنايا نبدا نزيد ندير نمسحو دابا داك النص تاع الحليب اللي ضاع. صافي هنا عندي 300 غرام ديال الطحين، ديجا غربلتو من قبل، نبقى نزيدو هكذا بشويه بشويه. اللي جاتو القضيه هكذا صعيبه يقدر يدير كلشي في الميكسور، كلشي يدور كلشي مره واحده. صافي وكلشي كيكون عنده واجد. كنحاولوا هكذا باش دوك ما يجيوناش دوك الكويرات غيغلب علينا فيهم. صافي ملي حركت كلشي هكذا دخلت فيه غيجينا هكذا على هذا القوام هذا اللي خاصو يجينا. كنحاول نحيد من دوك الكرات باش ما يبقوش فيه. اللي قلت لكم حاولوا ديروا في كلشي في الميكسور وتهنيوا راسكم، نحصلوا عليه بحال هكذا، ما يجيناش قاصح بزاف، ما يجيناش خفيف بزاف. هنا غادي نجيب واحد البلاستيك وغادي نغطي عليه، بلاستيك غذائي ولا اي حاجه عندكم باش تغطيو عليه، وخليوه يستريح على الاقل واحد 10 ديال الدقائق. ضروري هاد القضيه الا بغيتو الكريب ديالكم يجيكم زوين خصو يجلس يستريح واحد 10 ديال الدقائق تقريبا، منو كيرتاح وكيجينا زوين. دابا هنا انا كندوز كنوجد المقالي كيفاش كتشوفوا، 2 مقلات ندير ندهن بشويه هكذا ديال زيت المقالي باش هادشي. انا ما عندي المقالي ما كيلصقوش، ولكن غير هكذا باش يعطينا واحد التحميره لذاك لي كريب ضروري، هادي ما غيجينا ناشف. العافيه تكون مهيله، ديما كنقول لكم البنات كنوصيكم العافيه تكون مهيله. حقيتي شي درنا العافيه مجهده غادي يتحرق لينا، تشوط لينا من الفوق ومن التحت ومن الداخل، ما غاديش يكون طيب، ما غاديش يجينا زوين. ملي كنشوفوا دوك الجناب كيبداو كيبيضوا صافي وكنقلبوها كندوروها هكذا. انا مقبله هكذا كنبقى كنحرك فيه مره اللي عنده لاباري تاع لي كريب يقدر يدير لاباري تاع لي كريب. لي كريب سمحوا لي كنعطيو الخاطر هكذا بشويه بشويه طيب حتى كيطيب مزيان. كنوصي وكنعاود العافيه تكون عاديه، ما تكونش العافيه مجهده باش ما يتشوطش لينا من الفوق يبقى ما طيبش.
صافي هكذا شفتوا كيفاش كيجي كيبدا كيتنفخ اللي كيفاش كتشوفوا درت كميه كبيره نتوما تقدروا ديروا النص ديال هاد المقادير اللي درت انا هنا راه خرجت لي اكثر من 40 وحده شفتوا كيفاش كيجي طيب ما كيتشوهش كيتحمر كيطيب مزيان دوك النفيفخات كيبدا يدير دوك النفيفخات صافي راه ناجح لي كريب الريحه ما نقولش لكم زوينه يا سلام الريحه اللي طالعه منه وي صافي لي كريب زوين صافي باش ما نكثرش عليكم كنستمروا كنكمل كلشي هذيك الكميه اللي عندي كنعطيه هذا التيس على الخطور وكنطيبو غير بشويه بشويه على فكره تقدروا ديروهم هكذا حلوين تقدروا ديروهم مالحين شوف كيفاش كيجي كيجي خزير تقدروا ديروهم مالحين تعمروهم باش ما بغيتوا اي حشوه عندكم ديروا عليهم لاصوص ولا الفرماج ودخلوهم الفران كيجيو غزالين كيحمقوا حتى هما الكريب مالحين مره واحده غنشاركهم معكم مره واحده اخرى ان شاء الله غندير معكم الكريب مالحين حاولوا ما نعمروش لما المغرفه بزاف باش ما يجيناش الكريب غلاض ولا سخونه شديت فيها لصقات في يدي شفتوا تبارك الله الكميه اللي خرجت عندي خرجت عندي واحد الكميه اللي زوينه كثيره تبارك الله وصل على النبي ولكن راه ما نقولش لكم كيشهي كيجي غزال وسلامتكم معنا بارك الله وصل على النبي شفتوا كيفاش كيجي غادي ندوزو دابا نستوهم حدو باقي سخون نسربيه مع عسيلة ولا شوكولا وكل واحد كيفاش كيبغي انا بغيت نسربيه مع السيرو شوفو كيفاش كيجي كيجي غزال خفيف وكيحمق وكيجي طيب مزيان تبارك الله وصل على النبي يلا البنات وصلنا الشكل النهائي ديال الفيديو الى عجبكم الفيديو ديالنا البنات ما تنساوش دعمونا باللايك والبارطاج والبنات اللي بحال دخلوا مرحبا بكم مستلف مرحبا الى عجبكم الشكل ديال الفيديو ديالي ما تنساوش دعمونا باللايك قلنا ابوني والبارطاج البنات وهذا فضلا وليس امرا ومرحبا بكم مستلف مرحبا انتوما كيجي كيحمق كيحمق علاش لا هكا ولا نفرحوا الوليدات نديروا نسربيو لهم على كلاص حتى هو كيجي زويون مع شويه تاع لي فخوي يلا نهاركم مبروك بالصحه والسلام وطول العمر ان شاء الله باش ما تمنيت يا سيدي ربي من هكذا راه ما كاينش كيشهي راسو براسو شاكر راسو براسو البنات يلا بصحتكم والله يعطيكم الصحه والسلامه وطول عمركم